صارت نروح نحن وياكم لعند مدام نجلة أباني ونشوف شو آخر أخبارنا وأخبار أبراجنا لليوم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة. اليوم 18 آذار، يعني كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد للسفر والأوراق متقدما في الحوت، الزهرة للحب والصداقة كمان في برج الحوت، الشمس طبعا في الحوت، المشتري للحظوظ سعيدة ما زال يتقدم في برج الدلو، إلى جانب زحل المعلم الأكبر كمان بالدلو. المريخ ما زال في برج الجوزاء، والحقيقة ثلاث كواكب اللي هن المريخ إلى جانب عطارد إلى جانب الزهرة أماكنهم مو كتير مريحة للعذراء للقوس، إضافة إلى برج الحوت والجوزاء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عنده مصاريف ما له محسوب حسابه، ما بعرف بعض الأعطال بأجهزة، ضيوف، واجب، نوع من أنواع الرفاهية حابب يعملها، مع أنه أنا ما كتير بنصحك بهي القصة بهي الأيام، لأنه أنا ما كتير بشوف الأمور المالية الأفضل. وجود الزهرة في برج الحوت بيخليك ما ترتاح ماليا قبل نيسان، لذلك هالأيام يعني ما كتير، فما تدخل الشهر القادم بإرباكات مالية، والسبب صرفك الأكثر مما يجب. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم الأمور أفضل، فايق بكير وعنده نوع من أنواع القرار، التعاطف، العلاقات، المطالبة بحقوقه الشخصية، عم يسمع لغة محببة ولطيفة لألو، قادر يعتمد على صداقاته، الحياة هو أكثر ودية، أكثر هدوء من الآخرين، عنده يعني نوع من أنواع التفاؤل، عنده تليفون اليوم ما عم بيوقف رن، اليوم الأمور جيدة، بكفي أنه مولود برج الثور يمتلك معنويات مرتفعة ولباقة تسعدك. عم ينتابك الحزن مولود برج الجوزاء على شيء قصة هيك حواليك ما كتير الأمور مريحة، وبالذات عائلياً. هلأ أنا 15 يوم بنصحك بشكل جدي أنك تنتبه شوي على أمورك العائلية، وجود عطارد في برج الحوت الزهرة عم بيخلي أمورك العائلية مانا الأريح. هلأ القصة عم بتكون بين أنك تعاند وبين أنك تعصب وتعلي صوتك وبين أنك تطنش. طبعاً أنا يعني أؤيد الثالثة بهاي الفترات، حاول أنك ما تصطدم بالآخرين. مولود برج السرطان، يوم اجتماعي بامتياز، أنت توفق بين عملك اليوم وبين زياراتك الاجتماعية، وفي تفاؤل عم بيرافق خطواتك، الأمور لألك جيدة، لغرباء، لجديد، لنشاط رياضي، لدعوة، لسفر إذا وضعك يسمح. يعني عم تحاول برج السرطان تغير الأجواء من حواليك، واليوم الأمور الاجتماعية هي الأفضل. مولود برج الأسد، صار لك يومين ثلاثة مكركب ما كتير مرتاح، ومن أول يوم قلت لك عندك يومين ثلاثة حاول أنك ما تصطدم فيهم بمن حولك، تبدو مشككاً أو غيوراً أو حتى فاقداً للثقة بنفسك، في حواليك نوع من أنواع الانتقادات أو النزاعات، في حدا هيك عم بمد إصبع اتهام لك أنه أنت السبب، أنت اللي عملت، أنت اللي قلت. يمكن تكون هاي القصة مو كتير صحيحة على كل الأحوال، لذلك حاول تحذر شجارات يعني سببها كلمة عم تقولها ما أنا كتير مقصودة. مولود برج العذراء، اليوم عم تتحرك بأوساط مشجعة، يوم عم تغير فيه ناس، قرارات، علاقات، مع أنه شوي معصب لأنه باشر بقى الأمر بعد الظهر حيدخل على برج الجوزاء، مما عم بيخلي عندك نوع من أنواع العصبية، بس حاول تحتفظ بهدوءك باعتبار بالمجمل في محبة وفي تأثير على من حولك ومحيطك بمجملة. مولود العذراء يعني مؤيد أو داعم. عزيزنا مولود الميزان، اليوم الأمور لك بالنسبة لك كتير أفضل، على الأقل كأقارب، كأصدقاء، كناس أنت بتحبهم، يمكن تفرح لخطوة مهمة، اليوم في ناس عم تمدح فيك، عم تعطيك محبة، عم تعطيك معنويات مرتفعة، وأنت متفائل أو مشرق، عم هيك مثل اللي عم يطلع للضوء. وعلى كل هاليومين ثلاثة عنده إيجابيات، عم يشرح وجهة نظره مولود برج الميزان، وحيقضي اليومين ثلاثة العطلة اللي جايين بطريقة إيجابية. ما كتير مرتاح مولود برج العقرب، الحقيقة أنا بعتبر أنه محتاج اليوم تنظم مواعيدك، صار لك يومين ثلاثة في نوع من أنواع الوعود التي لا تصدق، أو تأخير، تأجيل، قصص ما عم تزبط مثل ما أنت بدك، أنت شوي مستعجل، في قصص حواليك عم تتأجل. واليوم خد مني نصيحة مولود برج العقرب، لا تفرض شروطك إلا بالحوار، اليوم ليس للعناد، ليس للصوت العالي،
ليس للرد المتشنج أو العنيد. مولود برج القوس اليوم عم ينتابه إحساس إنه ما في غيره لازم يشتغل، كأنه كل الشغل على رأسه. الحقيقة شغله كتير وعنده نوع من أنواع المتاعب الصحية العابرة على كل الأحوال، لذلك طلب مساعدات اليوم إذا قدرت. شغله كتير ما فيني إنكر، يا طلب مساعدات يا نملك نوم الظهر مثلا، لأنه اليوم فعليا اهتماماتك وتوجهاتك العلاقة بالعمل أو بالصحة لألك أو لأحد المقربين، لذلك حاول إنك تبذل جهود وما تأجل لبكرة على كل الأحوال. حاول تكون إيجابي عزيزنا مولود برج الجدي، لأنه برأيي الأمور جيدة. هو هاليومين ثلاثة أمورك العلاقة بالحسم، باللقاءات، بالعلاقات، عم تواصل تعديلات ربما بوضعك الشخصي، بوضعك المالي، يعني بلشت شوي تتغير نظرتك للأمور، وأنا برأيي الأمور رح أخذ طابع إيجابي. ما بعرف إذا كان سافرت أو يعني وضعك يساعد على سفر، أو في شيء له علاقة بلقاء مهم أو قصة مالية ممكن تكون إيجابية، بس بالغالب الجدي عم بيقرب من أحبائه أو من أصدقائه. مولود برج الدلو، أنت اللي متضايق ومانك مرتاح ومحتاج حدا يحبك ويدللك اليوم. ما بعرف قدي موجودة هاي القصة حواليك، بس غالباً أنت عصبي، كلمتك عم بتكون شوي واقفة أو جارحة أو ساخرة، أو قصص العلاقة بأنه الناس اللي حواليك متعبين ومن الواجب أنك تتحملهم، يعني سواء أفراد عائلة أو أشخاص أنت بتحبهم، يعني شوي الآن مولود برج الدلو الأمور ليست الأفضل. اللي الأفضل بالنسبة له مولود برج الحوت، هو اللي عنده حركة نشاط، عم بيمتن علاقاته بأصدقائه بأهله، في حنان في اهتمام في دلال له. ما بعرف إذا ناوي يعمل سيران، يروح زيارة، ينزل عمول، يعني بس غالباً اليوم عنده يوم للحركة، عم تأسس لترتب أمورك بشكل إيجابي. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 18، واتمنى له السعادة، الكائن اللي بتقدر تسند ظهرك عليه بدون ما تخاف إنه يغدر فيك. أبداً مانه من هذا النوع، حنون ذكي طيب واثق من نفسه، ما بيهزه فشل، بيحب يعني ينجح وبيسعى باتجاه النجاح، لأنه حدا بيفكر يأمن مستقبله مبكراً، عنده دائماً هيك تفكير بالأمان المستقبلي، بيحب يوصل للي بده إياه، بحب لأولاده لعائلته لأهله لأصدقائه، يمدهم بالمساعدة، عقلاني منطقي صاحب مواقف صلبة. سنة مهمة للتحسن، سنة مهمة لترتب شؤونك سواء مهنياً أو عائلياً. أنا برأيي الشهرين القادمين سواء لترتيب أمور مهنية أو عاطفية، لأنه بدك لسه للخامس لتبلش ترتب أمور مالية مثلاً نص الرابع، بس بالمجمل أنت محبوب ومرغوب، وارد يكون في شيء قصة عاطفية جديدة. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. جعفر محمد، جعفر، الأمور العاطفية العائلية والمالية ضمن إطار جيد. مشكلتك بالغالب بالعمل يا جعفر، ما أنا كتير مرتاح بالعمل، يا مع مدراءك، يا عملك مو كتير عاجبك، يا حابب تسافر، حابب تنشئ عملك الخاص، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس بظن الأمور خلال الشهرين ثلاثة أفضل من الشهرين ثلاثة اللي راحوا. بشرى، يسعد أوقاتك يا بشرى. هلأ سنة ما فيك كتير تعتمدي فيها على حظوظك إذا عم نحكي دراسياً، يعني عادي ودرسي بشرى، عادي ودرسي حبيبتي، ما في حدا بينجح بالحظ على كل الأحوال. شادية، أنا بشوف سنة حظك يا شادية، سنة جيدة جداً جداً جداً، حاش تعب السنتين الماضيين حبيبي، يعني أفرج عنك فلكياً والأمور أخذ طابع إيجابي بالفترات القادمة، هي السنة كلها جيدة جداً. حاتم، كمان سنة حظك يا حاتم، وخاصة إنك حدا ذكي وبيعرف يرتب أموره، والسنة في حظوظ مؤازرة وطوال العام، بس حاتم خذ مني نصيحة، شغل عقلك، أنت طالع من سنتين ثلاثة ما كنت كتير عم تشغل عقلك، تارك الأمور هيك على البركة، أنت زلمي ذكي وبتفهم وبتعرف ترتب أمورك، أنا بسميهم دائماً محتال كبير، فأنت محتال يعني بتعرف ترتب أمورك، فاستفيد من هاي السنة الجميلة للحظوظ، لأنه حظوظك هذا العام قصوى.
مدام رح اخذ من عندي اخر موافقة. مشاركه في عنا صباح اسم الام رويدة عم يسال، هو مولده 24/1/81، عم يسال على اوراق سفر وعن الصحه والعمل والارتباط بشكل عام. ما عندك شيء سيء صحيا، بس كل هدول بدك تعملهم بهي السنه؟ يعني هو الصراحه في حظوظ ومساعده، بس اني اتجوز وتكون صحتي كثير منيحه ويكون عندي اوراق وسافر، والله ثقيله يا عمري انت يا صباح. ما عاد هاي الظروف تساعد لكل هدول مع بعض، مع ذلك يا رب، لانه حظوظك مساعده جدا حبيبي، امورك ايجابيه هذا العام. مروى عم تصبح علينا، عم تسالني مع زوجها. هلا مروى بكل التفاصيل الصغيره انتم بتتخانقوا، يعني انت تفكيرك شكل هو تفكيره شكل، هو حدا مستعجل كلمته شوي واقفه، حدا متسرع، بس بالاشياء الاساسيه انتم علاقتكم جيده جدا، يعني ما بتختلفوا على مواضيع الاولاد، على مواضيع العيله، هاي الامور بالنسبه لكم جيده، بس الامور ما كثير مريحه بالصغير، بالاشياء الصغيره، رحت ما رحت، قلت لي ما قلت لي، نسيت ما نسيت، يعني طبعا هو اخصائي النسيان العالمي وانت اخصائيه التذكر العالميه، يعني اكثر برج هو ما بينسى شيء هو برج الحوت، واكثر برج يعني اخصائي النسيان هو الدلو، فبالتفاصيل الصغيره الله يعينكم ويسعدكم، دائما مختلفين بس بالاشياء الاساسيه اموركم جيده. جوزك اكثر حظا منك هذا العام. يسعد صباحكم وضلوا دائما بخير. شكرا كثير لك يا نجلة، يسعد صباحك، تضلي دائما بخير.